مساء الخير مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم تلسكوب لهذا الأسبوع. تلسكوب برنامج يطل عليكم هذه المرة إطلالة ثقافية وطنية، والجزائر تحتفل بربيعها الأمازيغي. أردنا أن تكون الثقافة الأمازيغية والفن بصمة هذا العدد، لذا يحضر معنا فنان هو بدأ منذ بضع سنوات لكنه يخطو خطوات ثابتة ومدروسة في هذا العالم حتى يصل إلى ما وصل إليه كبار الفنانين في الطابع القبائلي. رحبوا معي بضيفي لنهار اليوم رامي فارس. الزول رامي. الزول فلما هو دا الزول لك وذكار دي سوالين. نحييك ونحيي كامل مشاهدنا الكرام. حنا نحييك، نشكرك اللي جيتنا متيزي والزو، يعني خصوصا البرنامج برنامج تلسكوب، خصيصا لبرنامج تلسكوب. نحيوك، نحيو احبابنا وناسنا في تيزي وزو. تنميك، ميرسي. الله يسلمك. اذا كما قلت في المقدمه رامي، الجزائر راهي تحتفل بربيع الامازيغي اللي احتفلنا به في 20 من شهر افريل. الاحتفال هذا السنه هو احتفالين في الحقيقه، لاننا ايضا نحتفل بدستره اللغه الامازيغيه. ربما تعليقك، وانا اعرف يعني انه انت كبرت في هذا الثقافه الامازيغيه. طبعا يعني شيء جميل وحدث مهم جدا انه يعني اللغه الامازيغيه تصبح لغه رسميه وتدرس في المدارس. يعني لطالما كنا نستناو هذا الوقت انه يعني الاصاله تاعنا والامازيغيه تاعنا يعني تذكر هكذا وتولي لغه رسميه، يعني شيء جميل جدا. اكيد، وهي اضافه للجزائر. تعرف تكتب بالامازيغيه رامي؟ نعرف نكتب الامازيغيه بصح التيفينا ما نعرفهاش. ان شاء الله كي تعاود للاسف الشديد اني ما نعرفهاش، بصح الامازيغيه اللاتينيه نعرفها. ان شاء الله كي تعاود لينا تلسكوب تكون تكتب التيفينا. رامي، عندنا برامج او عندنا فقرات عديده في تلسكوب. المرة الاول فقره هي فقره تعودوا عليها مشاهدينا الكرام، فقره الاخبار الثقافيه، نتابعها من خلال هذا التقرير ثم نعود. أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بداية الأسبوع الماضي على افتتاح شهر التراث المصادف لليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية، حيث أكد على أن الدولة الجزائرية هي من تتكفل بحماية التراث الجزائري. الدولة تحافظ على التراث الوطني المادي واللامادي، هذه إضافة نوعية. التقى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الأسبوع الماضي بوزيرة الثقافة التونسية سونيا مبارك للتحدث عن مشاريع الشراكة والتوأمة التي ستجمع البلدين مستقبلاً. سلم نهاية الأسبوع الماضي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مشعل قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لنظيرته التونسية سونيا مبارك في حفل فني عكس عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين. بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، نظمت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالتنسيق مع المديرية العامة للخطوط الجزائرية الجوية معرضا للكتاب بمطار هواري بومدين تعزيزا للثقافة في الجزائر. احتفلت منطقة القبائل والجزائر بالذكرى 36 للربيع الأمازيغي في العديد من مناطق الوطن لترسيخ الهوية الجزائرية، على غرار النشاطات الثقافية التي احتضنتها دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو. أشرف كل من المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام الأخضر بن تركي والأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله نهاية الأسبوع الماضي على ندوة صحفية بالعاصمة للحديث عن الطبعة 9 للمهرجان العربي للمسرح والتي ستحتضنها الجزائر. مبدئيا الآن احنا فقط في إطار عملوا جولة إلى قسنطينة الآن في الجزائر العاصمة بشوف المكان اللي لازم يكون فيه أو يقام فيه المهرجان. أما المبدأ العام فتم الاتفاق عليه وسيكون إن شاء الله في بداية شهر جونفي 2017 سيكون إقامة مهرجان إن شاء الله في الجزائر. إذا
إذن كانت هذه أخبارنا الثقافية للأسبوع الماضي. رامي، كما كنا نشوفه في التقرير وكما تحدثنا في البداية، الجزائر احتفلت بالربيع الأمازيغي بالذكرى 36، وأنت شاب متشبع وكابر في الثقافة الأمازيغية، انتزت يعني في تيزي وزو وتربيت في تيزي وزو، ربما كشاب ما تشوف لي عندك مسؤوليتين، ربما المسؤولية الأولى أنه أنت تمثل هذه الثقافة، والمسؤولية الثانية أنه أنت تنقل هذه الثقافة للأجيال القادمة. طبعا يعني الثقافة الأمازيغية الثقافة يعني تستدعي يعني كل الاهتمام، ونحن كفنانين يعني كما يقولوا أمانة في رقبتنا، يعني هذا الفن لازم يكون رسالة، لازم يكون كأضواء تسعل على هذه الثقافة والأصالة تاعنا. رامي اسمح لي، أنت يعني دائما تقول أنه يعني المغني ماشي لازم يغني باش يغني فقط، وإنما تكون عنده طبعاً رسالة. طبعا لازم تكون فيه رسالة في جميع الميادين، في الحب وفي الأخلاق وفي الأصالة واللغة وكل يعني التقاليد ينقل يعني ينقل عاداته وتقاليده. أكيد رامي كما قلت أنت كبرت في الثقافة الأمازيغية، كبرت بالأشويق، أنتم المرأة في القبائل دائما تردد هذا الأغاني الأشويق، هذوما القصائد اللي كانت يكتبوهم، ربما كنت سمعنا شوية أشويق اليوم في تلسكوب. الأشويق يعني هي الموسيقى القديمة والتراث العميق في الأغنية الأمازيغية. في الأشويق يعني يمثل الثقافة الأمازيغية كلها. هي ربما حكايات اللي يكتبوها، هي قصائد، هو موروث شفوي اللي لازم ربما يعاد كتابته لحتى المحافظة عليه ويبقى أيضا للأجيال المقبلة. سمعنا حاجة رامي؟ طبعا طبعا تفضل. يا لالال يا لالال عقلين ذقو ذرر صمضان أسوم في نوغ ذاكروش الشي في ندهد في الليل ينايد جذ ذاكرطوش أي ثم الموت هذا مثاع غروة فيث جميل وحوش أي ثم الموت هذا مثاع غروة فيث جميل وحوش أوا هواها ثجال روحنا غير قاز نور نخلال أوا هواها ثجال روحنا يا رقاز نور نخلال. إذا جميل جدا، كما قلت يعني الطفل الصغير كيكون في الدوح في المنطقة القبائل يغنوا له هذا الأشويق وكلهم محظوظين يعني أطفال القبائل. وكانت الأم الأمازيغية كانت معروفة بهذا النوع الموسيقي، وكانت من خلال يعني أداء هذا الأشويق يعني تعبر عن إحساسها وتعبر عن معاناتها، وكان أيضا كان مجاهد يعني في وقت الثورة، كان يعني كما الأشواق اللي أديته دوكا، هذا الأشواق كان يعبر ويعني يروي حكايات المجاهدين ومعاناتهم خلال الثورة كي كانوا في الجبال وكان يعني شغل كما قالها أقليين ذو ذرار صمضان راني في الجبل وراني بردان، قال لهم يا راني رايح نموت بصح بالك وتخلوني شغل للجنود الفرنسيين تخلوني هكذا، لازم تدوني وتدفنوني ما تخلونيش هكذايا. هذا الأشويق يعني تحمل في طياتها تاريخ وثقافة طبعاً الجزائر طبعاً. لذا من الضروري جدا أنه هي تدون حتى تبقى راسخة. إذا نشكرك على هذا الأشويق، نشكرك على هذه التوضيحات اللي أعطيتها لنا رامي. رامي أنت فنان، ربما العديد يعرفوك أكيد لك، لكن ربما الأشخاص اللي ما يعرفوكش كيفاش تعرف لكم؟ نقول لك رامي عرف لنا نفسك شوية. يعني شغل رامي فارس شاب جزائري وشاب يهتم بالثقافة، الثقافة الأمازيغ والثقافة الجزائرية كلها، شاب يهتم بالموسيقى والتمثيل.
أنا على بالي بلي أنت يعني تحب التمثيل وتحب الموسيقى، بديت بالتمثيل طبعاً. لكنك توقفت لأسباب صحية على الدراسة ولكن ربما سؤال يطرح نفسه، علاش ما درستش الموسيقى درست التمثيل؟ والله ما كي جبت الباك تاعي ما جاتنيش في بالي أني ندخل نقرا الموسيقى، وخممت أني ندخل شغل قريت عامين حقوق، وكي على بالي بلي كان مسابقة في المعهد الوطني فنون عاوز سمع البصري، شاركت وسجلت في المسابقة، وكان عندي الحظ أني دخلت المعهد وتخليت عن دراسة الحقوق، وللأسف شديد أني لظروف صحية تخليت على وسم الدراسة وكملت في مجال طبعا كملت في ودرت انفورماسيون في مجال الصيدلة أنت متعدد المجالات رامي، لكن كان عندك هناك مشاركات في التمثيل؟ طبعا كانت لي مشاركات يعني ومشاركات عديدة مع التلفزيون الجزائري القناة الرابعة لاتقى باللغة الأمازيغية، شاركنا في سلسلات فكاهية في مسلسل في أيضا في أفلام اجتماعية، كان فيلم اسمه سلسلة الفكاهية حريروش اللي نالت إعجاب الجمهور، نالت يعني صدى كبير، وكان طبعا مشاركتي في مسلسل فيني فيف طبعا اللي نال إعجاب الجمهور اللي فات في القناة الرابعة دائما. وين يلقى روحه أكثر رامي، هل في ربما في الغناء ولا في التمثيل؟ أبد ما نقدرش ندخل على الموسيقى ونتبع غير التمثيل، ولا نتبع غير التمثيل وندخل على الموسيقى، بدا بي أني في المشوار تاعي شغل يكتمل فيزيو إن شاء الله يا رب نشوفوك بأعمال باللغة العربية مستقبلا. طبعا يعني مشروع يعني مؤخرا تم استدعائي لمشروع يعني تصوير سلسلة اجتماعية باللغة العربية، ويعني قبلت المشروع وانت يعني جاري للعمل؟ طبعا قبلت المشروع بكل فرح وسرور كما يقولوا، ويحصل لي شرف كما يقولوا اني نشارك في هذا العمل التلفزيوني اكيد. وتعدد الثقافات تاعك يعني الامازيغيه والعربيه حيكون اضافه ليك، باش يكون هناك اعمال طبعاً تطل علينا باللغه الامازيغيه وباللغه جميل العربيه طبعاً. جميل. انت في 2012 خرجت اول البوم ليك، هو البوم يحتوي على 8 اغاني، لكن انا يعني شفت في احد اللقاءات قلت انه انا قررت باش نصدر، يعني كيف صدر هذا القرار تاع رامي انه هو يدير اول البوم؟ يعني وقتاش قال رامي بلي راني واجد باش نطلع على جمهوري الالبوم؟ كانت البدايه تاع بدايه بسيطه وخفيفه، كنت نشارك يعني في نشاطات ثقافيه قداش، ولا ماشي حاجه كبيره ولا، ودخلت لدار ثقافي ولايه تيزي وزو مولود معمري، وتمك ثاني دخلت في الجوق الموسيقي شغل على شاك فوا يديروا غالا كنت في لاكورال يعني، وخمت جم السويدي وعلاش ما نرفش القلم ونبدا نكتب الشعر ونسي انا نكومبوزي الكلمات الاغاني انا نكومبوزي يعني الموسيقى، فالفت يعني الشعر تاعي وسيت اني ندير الموسيقى، طبعا كانت مساعده من طرف الموسيقيين. اسمح لي رامي، عندك مرجع يعني شخص دائما تستشيره وتقول له اسكو راني في الطريق الصحيح، اسكو هذه الاغنيه هذه الكلمات الاغنيه مليحه، عندك شكون تشاورك في التشاور فنيا؟ طبعا عندي باريكزوم، عندي انا تربيت في عائله فنيه يعني كامل الميفخار كانوا موسيقيين، وبالاخص خويا الكبير كان موسيقي، واشاك فوا كنت نستشير وشغل نطلب رايي ونطلب طبعا. نكملوا نتحثوا على الالبوم تاعك تاع 2012 رامي. 2012 فيها 8 شونسون ما بين الاغنيه العاطفيه والاغنيه اغنيه الفولكلور اغنيه الاعراس والافراح، وشغل في هذاك الالبوم اللي حب سوا ديزون يسمع اون شونسون شغل عاطفيه يلقى فيها، درت يا ربي درت 3 شونسون جاب لي ربي في اسمه في العاطفي، وفي ما يخص الاغاني الاخرى اغاني اعراس يعني. تعطينا مقطع كاش اغنيه ربما هي قريبه لقلبك رامي؟ يا ستام غرا يا ستام غرا ينوي عزيز فلا يا الفرح يسدين كمال يا ثنور الحارة يا ثنور الحارة يا سغنزه مرة 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 ينفقي عجفي في الحال.
جميل ومشكور رامي. رامي في 2015 قمت يعني بعد 3 سنوات خرجت الألبوم تاعك الثاني، ولكن ربما اللي لاحظ يحس أن هناك نضج فني في الألبوم، وأيضا رامي ولا يحوس أكثر في الثقافة في الموروث الثقافي الأمازيغي، حيث أنه رحت وجبت أغنية من الموروث اللي هي الأغنية اسم الأغنية رامي. الألبوم 2015 يعني في هذا الألبوم اقتبست يعني موسيقى من التراث القبائلي، فيها يعني أغاني عديدة شغل عرفتها من اسمه من التراث، مثل أغنية زيني هبل واللي حققت نجاح. طبعا اللي حققت نجاح ونالت صدى كبير من طرف الجمهور، ونحييهم قاعدتي على ميفاني. عطينا مقطع صغير من زينك هبل. زيني هبل. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا ماما زيني هبل يا لا 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 وريز مرولاتي في الدليل لا 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 يا ماما زيني هبل يا لا 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 وريز مرولاتي في الدليل. جميل. إذا رامي كما قلنا أنت رحت للموروث وحوست على الموروث وجبت هذه الأغاني وحققت نجاح، ونلاحظ أن هناك كبار الأغنية الأمازيغية إن كان ربما لو نعطوا مثال إدير أو آية من جنات، هم يعني كتبوا قصائد وهي أغنية ثقيلة وذات مستوى عالي جدا، ولحقوا بها للعالمية وغنوا في أكبر القاعات في العالم. هل مستقبلا نشوفوا أنه رامي يروح يعني ربما يغني قصائد من التراث، قصائد تكون ذو مستوى عالي واللي تعبر على فعلا على الثقافة الأمازيغية وعلى ثقل الثقافة الأمازيغية؟ طبعا يعني الفنان ما لازمش لازم 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 يدير بحوث، ولازم لازم شغل كما يقولوا يدير دي ريغيرش في الثقافه في الثقافه الامازيغيه، باش هكذا لازم يمشي بعيد وما يبقاش غير في لاشونسونات يعني الاغنيه القصيره. يا ريت اني نغني قصائد، ونغني مثلا قصائد المرحوم شريف خدام بار اكزومبل. اكيد الكبير يعني اللي ربي يرحمه. جوق رائع، جوق متعدد العازفين، يعني شيء جميل جدا. يا ريت. الاغنيه الامازيغيه قدمت الكثير والكثير من الفنانين، واكيد ربما ولازم ما يكونش عندك حدود في طموحك يكون كبير حتى ان شاء الله توصل للعالميه. انت حاليا تغني، عندك يعني تحضر الالبومات وعندك مشاريع، ولكن ايضا يعني انت حاضر في الاعراس وتقدم الاعراس. هناك من يقول انه الاعراس اليوم هي باتت مدرسه وتعلم المغني، انت توافق او انما ربما هي يعني هي طريقه لكسب المال او حتى تكون دخل فقط للفنان؟ طبعا يعني الاعراس من خلالها الفنان يتعلم، نكذبش عليك، باسكو دوكا ما في تيزي وزو ولا في اي منطقه في الجزائر ما ولاش هذيك سوا ديزون دير عرس غير بالنوع القبائلي. دوك لازم دير سطايفي ودير الشاوي ودير العاصمي. اباك انا بكري كنت ندير بار اكزومبل، كنت ندير غير القبائليه مع العرس، وليت مع لي دومون تاع البوبليك اش فوا يجوا عندي سيل تو بلي دانو شاوي شي سطايفي، جو مسوي دير لازم ندير لهم هذا النوع بور لو فير بليزير. دونك تو اوبليجي تلقى روحك تغني كامل الطبع الجزائري. الحمد لله انه بلادنا فيها تعدد ثقافات، هناك تعدد ثقافات جميل جدا. جميل جدا. بما انه تحثوا على تعدد الثقافات، وبما اننا تحدثنا منذ قليل على الكبير ايدير وعلى شريف خدام وعلى ايت من قلات، وكما قلنا يعني الاغنيه القبائليه قدمت فنانين كبار، اليوم برنامج تلسكوب اراد ان يكرم فنان صاحب قضيه، فنان صاحب مبادئ، وفنان اللي دافع على اللغه الأمازيغية، دفع بوطنيته على الجزائر، هو الكبير المرحوم معطوب الناس الذي ظل يناظر ويقدم الأغنية الأمازيغية إلى آخر رمق. إذن وقفة عرفان وتقدير لمعطوب الناس من خلال هذا التقرير، نتابع ثم نعود. الناس وعرف رفوثي غيد وثن رزان الحرمة يمسدور الضرب لا يشفران. اسم تهتز له منطقة القبائل والجزائر بأكبر
إكمالها. فنان صاحب قضية دافع عن هويته حتى آخر رمق. إنه محطوب الوناس، الاسم الذي سيبقى حيا راسخا في أذهان كل الجزائريين. ولد سنة 1956 بمدينة تيزي وزو ليكون أسدا من أسودها. احترف الغناء وهو يبلغ من العمر 15 سنة. حبه للجزائر وغيرته على أمازيغيته كانتا بصمة ميزت كل أغانيها. فهو الذي غنى سلعفي ساي بحري مفتخرا بأصوله وتمسكه بجذوره الأمازيغية. وهو الذي غنى أسرم، فكانت هذه الأغنية شاهدة على حبه لوطنه الجزائر. معطوب الوناس كان عاشقا لوطنه وصاحب أحاسيس صادقة، فهو الذي غنى عن لوعة الحب في أغنيته ثغرين تجلت. معطوب المغني والموسيقي الذي كان صوت القبائل ظل يغني بأعلى صوته إلى أن اغتالته أيادي الغدر التي تتبرأ الجزائر منها، لترتوي أرض القبائل بدماء غمرتها الوطنية في شهر جوان من سنة 1998. غير أن من اغتالوه لم ولن يستطيع أبدا اغتياله من ذاكرة كل من أحبوه. ثلاثين ثم زود ما تقولون سترحم ربي ذوين يجنون في مزيخ ذوين يجنون في زرفان تمطوث في زرفان ومذان خطر ما تقولون أنت مقير كندي الشنا ما تقولون إنه غنا من في درود لهم لدرود لفام لدرود لونفون إنه غطس في زرفان أين أنا في مزيخ ده لون سترحم ربي أين يخدم في مزيخ يخدم طش مشينا دم سلاف الناس زمرد إني شنا لون الناس أم النغل لونس زمرد الناس يتوني كويس تحل الدباب في ريح الموت تبوين سدويد نور ترجع. معطوب الوناس أتقم الدمام ذقو لغذو ذا مزيغ ذقو ذا زيرين السمتان أمي أتقم ذا نظور إحملا ثموثيس. إذن كان هذا معطوب الوناس أسد من أسود الجزائر، الفنان صاحب الصوت والقضية. إذن ربما كلمة عن الفنان فقيد الأغنية الجزائرية والأمازيغية معطوب الوناس. رامي معطوب الوناس الله يرحمه كان رمز من رموز النضال، وكان إنسان وطني، وكان إنسان يناضل من أجل الأمازيغية في الجزائر، وطربنا كما على أغانيه أغانيه لنا إعجاب كامل الجمهور كامل الشعب الجزائري، ويبقى لنا مفخرة، يبقى لنا شغل مقام، قدوة أيضا ومن خلال يعني تعرفنا على الأصالة وعلى الموروث والثقافي والثقافة الأمازيغية، خصوصا أنتم يعني كجيل صاعد ربما يجب أن تكون هناك فنانين لتقتديوا بهم. إذن رامي ربما نطلب منك تسمعنا مقطع لأغنية من أغاني معطوب الوناس. طبعا أغنية معروفة بزاف للمرحوم عطب الوناس سلعبيتها يا بحري. تفضل زيد فضلك. ألا هللو غيلا لا 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 ألا هللو غيلا لا 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 سلعبيتها يا بحري الساقي ذقوا سني سلعبيتها يا بحري ثوغض دبريبة اللي أي ذرار قري ذرار أي طججر جر غلي تشضح وند فرار خاسك زقمذ شحاني أي ذرار قري ذرار أي طججر جر غلي
سشباح نولي دون فرار خاسك زقام ذا شحاني مظل فحارس ما يقار ثم زغذا سنتناوي مظل فحارس ما يقار ثم زغذا سنتناوي ألا هللو أيلا لا 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 أيلا هللو لا 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 سلع بيتا يا بحري الساقي ذق واسني سلع بيتا يا بحري ثو غضد بليذة للي. إذن رائع رامي شكرا لك. ربما هذه الأغنية اللي كان يبين ويعبر على التشبث تشبث معطوب الوناس بأصوله الأمازيغية ربما, وهذه هي كانت رسالته. ما هي رسالتك أنت رامي أنت كفنان؟ رسالتي كفنان رسالة لازم أنه لازم إحنا في الجزائر نكونوا قاعدين شغل أخوة, لازم مبقاش هديك أنا شاوي متقبلي وأنا عربي وهديك, إحنا كامل جزائريين ونعيش في جو سلمي ونعيش على أساس أن كلنا جزائريين أكيد إن شاء الله يا رب جزائر العزة والكرامة تدوم, جزائر واحدة موحدة أكيد بشبابها بأمثالك رامي. رامي نمر الآخر فقرة من فقرات تلسكوب وهي فقرة المواعيد الثقافية, أهم المواعيد الثقافية للأسبوع المقبل التي هي في انتظاركم, نتابعوها الآن. إذن يوم دراسي حول المواقع الأثرية بسطيف وتهديدات الزحف العمراني بدار الثقافة هواري بومدين ولاية سطيف يوم الاثنين 25 من شهر أبريل الجاري ابتداء من الساعة 9:30 صباحا, عرض مسرحي تحت عنوان ثورث بالمسرح الجهوي لولاية تيزي وزو كاتب ياسين يوم الاثنين 25 من شهر أبريل على الساعة 2:00 زوالا. انطلاق الملتقى الوطني الثامن للشعر الفصيح تحت عنوان استدعاء الموروث الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر بدار الثقافة لولاية الوادي يوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل. البالي الوطني يقدم عرض فني تحت عنوان شعلة الصحراء بالمسرح الوطني محي الدين باش طارزي يوم الاثنين 25 من شهر أبريل على الساعة 2:00 زوالاً. حفل فني من إحياء الفنانة ليلى بورسالي بالمعهد الموسيقي البلدي أحمد وهبي لولاية وهران يوم السبت 30 من شهر أبريل الجاري على الساعة 6:00 مساء. وأخيرا محبو أغنية الجاز على موعد مع حفل فني بالمعهد الثقافي الفرنسي بالعاصمة يوم السبت 30 من شهر أبريل ابتداء من الساعة 7:30 مساء. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه أهم المواعيد الثقافية التي ستكون في انتظاركم الأسبوع المقبل. ونعود لضيفنا لنهار اليوم الفنان رامي فارس. إذن للتوضيح رامي هو اللقب والاسم هو فارس. إذن رامي راك تحضر عندك مشاريع أكيد, راك تحضر أن سينجل إن شاء الله 2015 بربي إن شاء الله. عندي فكرة أني ندير سينجل, وهذا سينجل ندير له فيديو كليب وإن شاء الله يفوت حصرياً معكم في القناة الجزائرية. أكيد إن شاء الله نتشرف. ربما بديت تكتب الكلمات ولا ما زالوا أو ستتعامل مع كتاب كلمات ومع موسيقيين؟ طبعاً الأخطار هذه لازم نتعامل مع كتاب موسيقيين ومع فرقة موسيقية جديدة إن شاء الله. ربما هي توزيع جديد ربما هي إطلالة جديدة للفنانة. ما عبالكش مع من راح تتعامل؟ ما حددتش يعني؟ بول أنستون مازال ما حددتش, بصح لازم تكون فكرة جديدة. دونك فرقة موسيقية جديدة وشعر جديد وموسيقى جديدة إطلالة جديدة لرامي. رامي اليوم بات من الضروري أنه الفنان يطلع على الجمهور بالفيديو الكليب. طبعا الفيديو الكليب يعني من خلالها الفنان شغل يتنشر بالخف, والفيديو كليب دوكا فيه موقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في الفيسبوك هذوما قاعدين يعاونوا الفنان. يعني هي طريقه ربما سريعه للشهره والصوره طبعاً. باتت اليوم طبعاً. تلعب دور واهميه كبيره. رامي لحقنا لنهاية تلسكوب, الوقت مضى بسرعة معك. أول شيء نشكرك أنه جيتنا يعني خصيصا تيزي وزو, شكرا لك. وشكرا بالبزاف أختودة, ونشكر كامل الفرقة التقنية لقناة الجزائرية, ونشكر تاني القناة على تكريم
الفنان المرحوم معطوب الوناس الكبير معطوب الوناس ونشكركم بالبزاف. أكيد شكرا لك، شكرا لحضورك. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا عدد هذا الأسبوع من برنامج تلسكوب، هذا العدد الذي تحدث عن الثقافة الجزائرية عن الثقافة الأمازيغية. الجزائر واحدة موحدة بتعدد ثقافتها. إذن شكرا لكم على المتابعة. أكيد الموعد يتجدد الأسبوع المقبل، برنامج أو عدد جديد، ضيوف جدد ومواضيع جديدة. ولا تنسوا كالعادة للثقافة طعم آخر مع تلسكوب. سلام.